صباح الورد اعزائي المشاهدين، من صباح عليكم يومكم جميل يا رب. خلينا نتكلم النهارده على موضوع مهم جدا، وهو تطوير العمليه التعليميه في مجال الطب. ايه اللي تم العمل عليه؟ ازاي ان التعليم الطبي في مصر اصبح مختلف على مدار الفتره اللي فاتت، مع شراكات مع جامعات عالميه تهتم بتطوير المنظومه الطبيه في مصر من تعليم، وايضا ان يكون عندنا انترناشنال ستودنت او طالب عالمي في مجال الطب. خلينا نعرف تفاصيل اكثر مع دكتور اشرف شومه، مدير برنامج المنصوره مانشستر التعليمي ورئيس قسم الجراحه بطب المنصوره. صباح الورد يا دكتور اشرف. صباح الخير عليك، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طيب نقطه مهمه جدا، وهي الشراكه مع جامعه مانشستر البريطانيه وبرنامج المنصوره مانشستر التعليمي. يعني انا عجبني المنصوره جنب مانشستر، يعني وده هيكون في تبادل للكريكولم او المنهج التعليمي في مجال الطب ما بين بريطانيا وما بين جامعة المنصورة. ايه الشراكة؟ نوعية الشراكة ايه يا فندم؟ هو بالضبط زي ما حضرتك كده بتوصف، احنا برنامج قام على شراكة بين جامعة المنصورة وجامعة مانشستر. جامعة المنصورة طبعا لها باع كبير في المجال الطبي، احنا من اكبر الكليات الطبية اللي في مصر. مانشستر كمان واحدة من اكبر الجامعات الطبية في انجلترا، الرانك بتاعها دايما في التوب 10 في اعلى 10 جامعات في انجلترا. فالحقيقة البرنامج ابتدى من زمن طويل، بقالنا 13 سنة دلوقتي. 13 سنة، يعني في شباب على مدار 13 سنة بيتخرجوا من الجامعتين. مظبوط بالتحديد. ابتدينا في 2006، عملنا بروجرام كوبريشن بين جامعة المنصورة وجامعة مانشستر، والبروجرام ده كان بيقول ان نفس المادة التعليمية اللي بيدرسها الطالب في جامعة مانشستر جامعة المنصورة بتقدمها، بالإضافة لخبراتها المصرية، يعني توبكس مصرية بتضاف على الكوريكلم بموافقة بين الجامعتين، وسيستم تدريسي كان مختلف تماما عن اللي كنا بنقدمه في طب المنصورة قبل كده أو اللي بيقدم في الجامعات المصرية قبل كده. ابتدت الشراكة دي زي ما بقول لحضرتك من 13 سنة. أول دفعة عندنا تخرجت في 2012، فإحنا عندنا 6 دفعات متخرجين، يعني الشهر الجاي بنخرج الدفعة 7 إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إيه معايير اختيار الطلاب عشان يدخلوا هذا البروجرام أو هذا البرنامج؟ Exactly. إحنا كنا بنعمل ده للطلاب المصريين، يعني البرنامج الاشتراك فيه مفتوح لكل الطلاب المصريين. كل الطلاب المقبولين في كلية طب المنصورة اليوم حق ان هم يقدموا في برنامج المنصورة مانشستر، لكن كان دايما هدف في دماغنا ان احنا نحول التعليم الطبي جوه مصر الى تعليم طبي عالمي دولي انترناشونال. فكان من الرؤية الواضحة للجامعة من البداية استقطاب اكبر كم ممكن من الطلاب الاجانب علشان تيجي تتعلم عندنا طب في جامعة المنصورة. بس هو لي اجر مختلف، يعني حيك ان ندفع مصاريف مختلفة، مصاريف دراسية. ده حقيقي بنسبة ده حقيقي. احنا بندفع، يعني عندنا سكيديول للمصاريف الدراسية مختلفة من الطالب المصري للطالب الاجنبي. الطالب المصري عندنا بيدفع 50,000 جنيه مصري، وده يمثل في التعليم الطبي ده في السنة. في السنة في السنة ده يمثل للتعليم الطبي رقم مناسب جدا، أقل كثيرا من الجامعات الخاصة المتاحة في مصر. فهو رقم يناسب كنا ذو خبرة كبيرة في التعليم الطبي، في نفس الوقت جامعة حكومية بتقدم سيرفيس تعليم بهذا الوضع. في ذات الوقت بناخد مصاريف دراسية من الطالب الأجنبي حوالي 8000 دولار، والحقيقة الرقم يعني موحد لكل الطلاب الانترناشونال اللي جايين يدرسوا طب في مصر بيدفعوا نفس الرقم في كل الجامعات المصرية. طب ده معناه ان الطالب لما بيتخرج من جامعة المنصورة ومن هذا البروجرام بيحصل على شهادتين، واحدة من جامعة المنصورة واحدة من جامعة مانشستر البريطانية؟ لا، اكشوالي حتى الان بتاريخ النهاردة كان الطالب بيخرج بشهادة من جامعة المنصورة على مدار زي ما بقول لحضرتك كده 6 دفعات. اكشوالي الجامعه النهارده جامعه المنصوره رئاسه الجامعه مهتمه جدا بخلق اللي حضرتك بتقوله ده، ان تبقى فعلا الشهاده معترفه بيها من الجانبين. كان الجانب الانجليزي متحفظ على هذا المجال، لكن بعد شراكه طويله على مدار زي ما بقول لحضرتك كده 13 سنه هم بيجوا يعملوا متابعات للبرنامج مستمره. بقى الكونسبت ده موجود، بقت هذه الفكره موجوده، ونتعشم ان شاء الله انه في القريب جدا يبقى فيه اللي حضرتك بتقول عليه ده
طيب انا عايز اتكلم على نقطه مهمه، ان في العديد من ولادنا مثلا بيجي بيشتغل بره، ولما بيجي يشتغل بره من الاطباء بيحصل على شهادات اخرى عشان يقدر ينضم للمنظومه الطبيه بالزبط. في الخارج بالزبط. هل خريجي هذا البروجرام محتاجين ان هم برضو يدرسوا بره بشكل عشان يلتحقوا بالمنظومه الطبيه، ولا مش شرط عشان البروجرام ده بالتحديد؟ هو سؤال مهم جدا، لان كل الاباء كل الامهات كل الطلاب كمان نفسهم يعرفوا هذه المعلومه. العمل في المجال الطبي في اي دوله في الدنيا له ريكويرمنت مختلفه من دوله للتانية. كليات كثيره لا هيئات طبيه كثيره في دول مختلفه بتتطلب انه ايا كنت انت خريج منين علشان تيجي تشتغل عندنا لازم تباس اكزام بالمنظر ده. هل خريج طب المنصورة معترف بيه انترناشونال؟ معترف بيه في كل حتة، كل الناس تعلم حجم طب المنصورة، حجم إنجازاتها، وبالتالي طالب اللي خارج من عندها معترف بيه دوليا. لكن as a requirement اللي متطلب للعمل ان هو يخش امتحان او يعدي، ده موجود في كل حتة. الميزة بالنسبة لنا ان البروجرام قائم على فكرة او كوريكولم انجليزي، مادة تعليمية انجليزية، فأي حد بيدرس عندنا بيبقى هذه الاختبارات أيا كان مكانها، إنجلترا، أمريكا، كندا، أيا كان مكانها، امتحان سهل بالنسبة له لأنه هو متعود على هذا في كل سنوات الدراسية. نفس نظام الامتحان، نفس الأسلوب، نفس الأسئلة، نفس المادة التعليمية. فالطالب اللي خارج، أولادنا بيشتغلوا في كل الدنيا شرقا وغربا اعتمادا على أن هم خارجين بيباصوا ريكوارمنت، بيعدوا ريكوارمنت في أي دولة ويلتحقوا بالتعليم الطبي فيها مباشرة. طب ده معناه ان احنا هنشوف شراكات اخرى مع جامعة المنصورة مع جامعات عالمية؟ Actually احنا عندنا شراكات كثيرة، لكن منصورة مانشستر هو اقدمهم، هو 13 سنة عمر، وهو اللي بيقدم عدد خريجين كثيف. انا عندي خريجين تجاوزوا الالف طبيب. وعايز اقول لحضرتك برضو معلومة احب للناس تعرفها، ان الالف دولة 85% منهم طلاب اجانب. سو الطلاب بيقولي عندي 19 جنسية مختلفة. أنواع الجنسيات دي يا فندم؟ طبعا يعني طبيعي أن يكون عندي كل الجنسيات العربية، السعودية، البحرين، الكويت، كل الجنسيات العربية موجودة. لكن يمكن أفاجئ حضرتك وأقول لك أن هم وصلوا الرقم 19. عندي من دول أفريقية داون تو نيجيريا، عندي رقم كبير جدا من ماليزيا، عندي من دول أوروبية، لو تتخيل عددك، عندنا طلاب من دول أوروبية جاي تدرس عندنا. فالخليط ده بينتج عنه مجتمع دولي، مجتمع طلابي دولي، بيختلط فيه طلاب مصريين مع طلاب أجانب بيدرسوا سايد باي سايد، قاعدين جنب بعض بيدرسوا في نفس البنش في نفس الأوضة. طب أنا بما أن حضرتك رئيس هذا القسم وقسم جراحة طب المنصورة، أنا عايز أعرف إيه الاختلاف ما بين اللي بيدرس طب في جامعة المنصورة وفي هذا البرنامج؟ ايه اللي بيتم تأهيل بيه الطلاب ضمن هذا البروجرام او هذا البرنامج بيختلف عن النظام التعليم المصري المعتاد؟ هو ده الحقيقة كان فكر تعليمي جديد تماما احنا اعتمدناه علشان نخرج طالب بكواليتي مختلفة، بنوعية مختلفة. البرنامج عندنا بيعتمد على ما يسمى بنظام حل المشكلات. يعني الطالب ما بياخدش مادة يدرسها من أول صفحة في الكتاب لغاية آخر صفحة في الكتاب، لا، هو بيخش من أول يوم على مشكلة طبية، مريض جاي لك عنده كذا كذا كذا، ومن خلال هذه المشكلة الطبية بتخرج منه مخرجات تعليمية يتعلمها. التكنيك نفسه تكنيك مختلف اسمه حل المشكلات، كل دراسته بتعتمد على مشكلات طبية مرسومة بعناية، مكتوبة بدقة شديدة، ومخرج كل مشكلة بيوصله لأهداف تعليمية محددة. فهو ما بيدرس الكتاب، ما بيدرس مادة، مش مادة بيبتدي من أول صفحة ويخلص آخر صفحة، لا، هو بيدرس ما يسمى بالإنتجريتد بروجرام، يعني برنامج تداخلي. ده مختلف شوية عن الطب المعتاد اللي كان بيدرس قبل كده في طب المنصورة. هل بتنصحوا الطلاب بعد التخرج من هذا البرنامج ان هم يحصلوا على بعض الشهادات او بعض الدراسات اخرى، او بعض يعني بتنصحوا في بعض المستشفيات يكون في تدريب معين، ايه استكمال العمليه الدراسيه بيكون شكله ايه؟ هو بدايه جزء اساسي من التعليم عندنا ان الولاد دول بيقضوا جوه البرنامج بتاعهم فتره دراسيه برا. فالولاد عندنا بتقضي فترات دراسية حوالي من 6 ل 8 أسابيع
في مراكز انترناشونال اوفر ذا وورلد. وتستعجب حضرتك انه لا في ناس بتحب تروح الستيتس امريكا تدرس، في ناس كندا وفي ناس انجلترا وفي ناس في ماليزيا وفي ناس في نيجيريا، كل واحد بيكتشف سنتر. انتوا بترشحوا هذه الاماكن يا فندم؟ اكشوالي احنا عندنا لونج ليست بنرشح منها. والطالب كمان ممكن يضيف يقول انا شايف ان المكان الفلاني ده انا عايز اقضي فيه فتره تدريب جراحه تجميل، فتره تدريب على حسب تخصصه، على حسب رغبته. فده موجود جوه البرنامج. بالاضافه الى كده كمان احنا عاملين مع برنامج مع جامعه مانشستر اتفاقيات بتسمح للطلاب خريجينا ان هم يعملوا دراسات عليا جوه جامعه مانشستر، ومواصلين الاتفاقيات ان هم بيدرسوا برسوم دراسيه مماثله للطالب الانجليزي، فهو ما بيتعاملش كطالب دولي، هو بيتعامل كطالب خريج المنصوره مانشستر اللي هو دارس نفس الماده التعليميه اللي دارسها الطالب بتاع مانشستر، فبيدرس دراسات عليا في جامعه مانشستر برسوم دراسيه مساويه للطالب الانجليزي. ده احنا حريصين عليه، وحريصين ان اولادنا يبقى عندهم القدره ان هم يدرسوا وريفر ايا كان المكان اللي هيدرسوا فيه يبقى عندهم هذه القدره والاستطاعه. طب ده كده معناه ان برضو المستشفى الجامعي لابد ان يهم يعني يكون ليها تكيف مع هذا البرنامج، يكون ليها اسلوب مختلف، ده هينعكس عليه هذا البرنامج. ازعم ان طب المنصوره فيها the most wonderful، أكبر مركز طبي في مصر كلها. نحن نملك 3300 سرير، 3300. لما الرقم بيتقال في أي محفل عالمي الناس بتتعجب كيف أن جامعة تدير هذا الكم الخرافي من الأسر. احنا نملك عدد كبير من المراكز الطبية المتخصصة، يعني مركز جراحة المسالك البولية، مركز جراحة الجهاز الهضمي، مركز جراحة الأورام، مركز جراحة الرمد، مركز جراحة الأطفال، مستشفيات متخصصة في كافة المجالات، بالإضافة إلى مستشفى أم رئيسي بيتم فيها التدريب من سنوات وسنوات وسنوات. هذا العدد الضخم من الأسرة بيتح لنا قدرة ضخمة أن احنا ندرب هؤلاء الشباب على قدرات طبية وجراحية وعلمية كبيرة جدا جدا. كلمنا قبل كده كذا مرة الحقيقة عن الخدمة الطبية المقدمة في المنصورة، والمنصورة اشتهرت بأمراض الكلى، ويمكن دي مش شهرة مصرية، لا دي أصبحت شهرة عربية وفي طريقها للعالمية. إيه السبب؟ السبب ان احنا عندنا اكبر مركز متخصص في الشرق الاوسط في جراحه الكلى والمسالك البوليه، والمركز حقيقي رانكد عالميا، وواحد من المراكز اللي ابتدى فيها زراعه الكلى من سنوات طويله. احنا عندنا رقم فلكي من الناس الزارعين للكلى خارجين من المنصوره، وفعلا يعني احنا بنرى ان المنصوره هي السنتر الطبي لمصر كلها. طب بالنسبة لأن حضرتك استشاري جراح الثدي، تمام، ما هو الجديد في هذا المجال؟ إيه إمتى نقول إن إحنا محتاجين تدخل جراحي؟ جراحات الثدي من الحاجات اللي بتطفر جدا، بتطفر علميا بشدة. كان الكونسبت الموجود عن الناس، كان الفكر الموجود عن الناس إن أي حد هيجي له ورم في الثدي يبقى من الضروري إنه يعمل جراحات استئصال. القصة اختلفت تماما. احنا بنعمل دلوقتي جراحات تحفظية لأورام الثدي، بتخلي العيان تقريبا كأنه لم يصب بورم في الثدي تماما، جروح صغيرة جدا، جروح مصممة بعناية ودقة علشان يخرج المريض من عندنا آمن من الناحية الورمية، وفي نفس الوقت اثيتيكالي شكلا ومظهرا في هذا الشكل الطبيعي. جراحات الثدي وصلت دلوقتي لنسبة شفاء تتجاوز 90%، فيبقى المريض عنده ورم خبيث في الثدي لكن نتيجة البروتوكول العلاجي جراحة وأشياء أخرى ممكن نحصل على نسبة شفاء تتجاوز 90% زي الإنفلونزا مثلا ولا حاجة. جراحات الثدي في تطور مستمر، وأعتقد أن احنا واحد من المراكز المتقدمة جدا في هذا المجال. طب يعني حاجة انت أشارت النقطة مهمة جدا، يعني جراحة الثدي في الوقت الحالي أصبحت يعني مرتبطة جدا أو هي متلازمة مع جراحة التجميل، يعني أن لما المريضة وخصوصا احنا كمان في وقت أن احنا بنهتمين بالكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية في هذا المجال، أن والكل بيخاف أن هو يخطو خطوات في الموضوع ده، أي ست بتخاف أن هي أن فكرة الاستئصال أو 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 التفاصيل دي دلوقتي أو بره بيحصل، وده بيطبق في مصر كمان، أن بأي حد بيخش يتعامل في أي جراحة بيكون جراح معني
تجميليا انك زي ما هي دخلت زي ما هي هتخرج، بس المهم ان الورم ما يكونش موجود. معيار التجميل ده بنسبه قد ايه انتوا بتبصوا له؟ والله انا سعيد ان حضرتك بتلمس هذه النقط بحرفيه. جراح الثدي في مسمى، من يسمى جراح ثدي طبيا بنسميه أونكوبلاستيك سيرجري، يعني هو جراح بيجمع من القدرة على علاج الورم وفي نفس الوقت المحافظة على الشكل الجمالي للمريض. احنا بنرى مش احنا كأطباء مصريين، احنا كأطباء جراحين بنرى ان الثدي عضو يستحق المحافظة عليه جماليا وفي ذات الوقت نعالج اي مشكلة صحية تظهر فيه. والنقطة مربوطة باللي حضرتك قلته بالضبط، انه لو المريض بيجيلنا وهو عنده ورم حجمه يسمح لنا بهذا هيدينا حرية الحركة جدا ونخرج بالنتيجة اللي حضرتك بتقول عليها انه يتخلص من ورم ويحافظ على الشكل الجمالي. فقصة الكشف المبكر، قصة ان احنا نوصل لمريض في مرحلة مبكرة، احنا بنقدر نكتشف اورام لا تتجاوز المليمترات 6 مليمتر، يعني 6 ملي ورم ممكن نكتشفه ونقدر نتعامل معه. ومن الطبيعي ان المريض بتاعنا يفتكر انه لما نشوف ورم 6 ملي هنعرف نتخلص منه كويس جدا ويظهر الثدي في مساره الخارجي كأن لم يمس تماما بعد الجراحة. فربط هذا المفهوم الجراحة علاج الأورام مع الشكل الجمالي في الكشف المبكر عن أورام الثدي نقطة جوهرية في العلاج. كل ما المريض هيجي لنا بدري، كل ما هنشوفه في مرحلة مبكرة من المرض، كل ما نقدر نوصل للي حضرتك بتقول عليه ده بحرية تامة ببساطة. يعني عندنا آلاف من المرضى بتتعالج عندنا سنويا وبنحقق فيهم ده بحرية شديدة. طب احنا في صدد ان احنا بننمي قطاع في بلدنا هو السياحة العلاجية، وانا مبسوط احب هذا البرنامج، ويمكن انا كمان يعني زعلان ان انا كنتش عارف عن هذا البروجرام من فترة، وخصوصا ده بروجرام عالمي بنتكلم على تطوير منظومة مهمة جدا في بلدنا، ان بلدنا من يعني تشتهر باطبائها، وخصوصا كمان احنا في الوقت الحالي احنا بنتكلم على اطباء عالميين بيتخرجوا من مصر. نجحنا ان احنا ننجح في تخصصات بعينها، وزي ما منصورة قدرت انها تثبت اسمها في الكلى، انت حضرتك شايف ايه التخصصات اللي هذا البرنامج برنامج مانشستر منصورة هينجح ويدعم بعض التخصصات؟ ايه التخصصات اللي انت شايف انها مؤشر مبدئي قدرت تتميز؟ هو يعني اكشولي البرنامج حقيقة ناجح لما اقول لحضرتك مثلا ان انا 85% من الخريجين بتوعي طلاب اجانب، حوالي 850 طالب اجنبي تخرجوا من البرنامج. النهاردة أثناء الدراسة وهي رانينج النهاردة في كلية طب المنصورة، تلتين الطلاب الموجودين طلاب أجانب، دي طلاب جايين من دول متعددة شايفين المنصورة وحجمها كويس جدا وعارفين إن هم هيجوا هنا يتلقوا خدمة طلابية مادة تعليمية عالية الجودة وفي نفس الوقت بسعر يناسب قدراتهم ويناسب إمكانياتهم. ده إحنا أثبتنا في ذاتنا عند كم الطلاب بيتزايد عندنا باستمرار، وبالعكس احنا بننتقي الكواليتي قبل من المتقدمين علشان نوصل لنتيجة عالية. المنصورة في اللي حضرتك بتقوله ده متميزة في مجالات متعددة، احنا جامعة بتعمل زراعة لثلاث أعضاء مختلفة، احنا بنعمل زراعة كلى وزراعة كبد وحديثا دخلنا زراعة النخاع الشوكي، والطلاب عندنا شايفين ده وبيشوفوا ده وبيمارسوه لان هما بينزلوا المستشفيات. فمش سنترز كتير كل الدنيا بتعمل اكتر من زراعة اعضاء بنسب عالية جدا، احنا متميزين في دار الغاية بالاضافة الى سنترز متخصصة في كل حاجة. فالطالب من وهو طالب بيدرس طب في السنة الاولى ولا التانية بيخش مستشفى لعلاج العيون، مستشفى لعلاج الأطفال، وبيشوف تخصصات مختلفة، وده بيخلي عنده الاهتمام والوعي والرغبة إن هو يبقى زي فلان وزي فلان وزي فلان. قامات كبيرة بتخرج من المنصورة بتحصل على جوائز علمية في كل المجالات، رانك المنصورة بيتقدم بالطراد. احنا واحد من أكبر الجامعات الطبية في أفريقيا في الشرق الأوسط، ده الطالب بيشوفه عمليا بيشوفه على ارض الواقع. ورب اكتر يا فندم، نورتنا يا دكتور اشرف. ميرسي ليك، انا سعيد بيك وصباح الخير عليك. صباح الخير على مصر كلها ان شاء الله. بشكرك. صباح الخير. دكتور اشرف شومه مدير برنامج المنصوره مانشستر التعليمي ورئيس قسم الجراحه بطب المنصوره كان ضيفنا في هذه الفقره، بشكرك مره اخرى. صباح الخير عليك.